ثمانية أيام من العمل الدؤوب على متن محطة الفضاء الدولية يتبعها هبوط يكمل آخر مراحل تحقيق حلم زايد وطموحه بعودته الزاع المنصوري. هبوط يثبت اسم دولة الإمارات وابنها بين دفتي سجلات مدينة كرغندا الشاهدة تاريخيا على عودة يوري جاجارين إلى الأرض وعشرات رواد الفضاء من دول العالم المختلفة. من مدينة بايكونور التي شهدت على لهيب نفاثات صاروخ يحمل علم دولة الإمارات وابنها هزاع المنصوري إلى مدينة يلتحف خريفها برد الشتاء مبكرا، تتبلور آخر محطات حلم زايد المحقق ليعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية والأمريكية نجاح سفر وعودة المنصوري رقم الدولة الأول في عهدها مع الفضاء. تاريخ الفضاء من أيام الاتحاد السوفيتي إلى جمهورية روسيا تاريخ مليء بالإنجازات، ومن الستينات طبعا أول شيء كل الرواد الروس والسوفيتيين وأيضا العالميين انطلقوا من بايكونور مثل ما شفنا قبل تقريبا 10 أيام رائد الفضاء هزاع المنصوري ونزولهم أيضا في المنطقة هذه، فهاي طبعا منطقة نزول تاريخية، وحتى اسم الفندق اللي نجلس فيه اسمه كوزمونوت هوتيل يعني فندق رواد الفضاء، فهذا دليل على التاريخ العريق للمنطقة هذه. محطة هزاع الأخيرة والمعروفة تاريخيا بأرض مناجم الفحم ومخزن ثروات باطن الأرض الطبيعية إبان الاتحاد السوفيتي، تشكل اليوم مصدر دخل رئيس لجمهورية كازاخستان، وظل حاضر المدينة موثقا عهده مع الفضاء لما تتيحه جغرافيتها من سهولة استقبال العائدين إلى الأرض. ثمانية أيام من زخم التجارب كانت على مرأى العالم ومسامعه، ترصدها مراكز متابعة في دبي وموسكو وهيوستن، وأثر خلالها هزاع المنصوري بإجابات تساؤلات قيادة وطنه وأبنائه. يقرئكم ابن الإمارات الأشوس السلام من على أرض كرغندة عائدا بتجربة ستخلد حلم أب وطموح شعب بحجم المسافة بين الأرض والفضاء. من أمام نصب يوري جاجارين وسط مدينة كرغندة، بسام المدهون، تلفزيون دبي.